كل الأحباب على الباب، هيا لنفتح باب القلب. نال هو نفرح بلهجة وحب، أهلا أهلا بالأحباب. نال هو نفرح بلهجة وحب، أهلا أهلا بالأحباب. نحن جينا في موعدنا لما سمعنا أحلى نداء، ضحي فيكم ونحييكم أهلا أهلا يا أصدقاء. ابقوا معنا فنحن جمعنا ما يسعدنا في أحلى لقاء. ابقوا معنا فنحن جمعنا ما يسعدنا في أحلى لقاء. مع حكيم ومع عبير، مع حكيم ومع عبير، في معنا صندوق صغير قلبه بالمحب كبير، ملقان أشكال والوان في معلومة وحكايات، عن أسرار الطبيعة، عن الدنيا البديعة، عن الناس والحياة، عن النبات والحيوان، مخبى بقلبه كنز كبير من العلم والعرفان. حتى يظهر هذا الكنز افتح عقلك لنور العلم، املا قلبك بالإيمان. أما الكنز الأحلى الأغلى هو الوطن وحب الوطن، حب العالم والإنسان، حب الخير وعمل الخير كل زمان وكل مكان. حب الخير وعمل الخير كل زمان وكل مكان. هذه وصية وأغلى هدية من حكيم ومن عبير. بعدها من مغامرة، هذا الدبدوب يواجه كل الأخطار، المدافع والقراصنة والذئب. يا له من ذئب شرس، مع أنني لا أحب هذا الدبدوب إلا أنني أعترف بأنه شجاع. أنت تحبه ولكنك تغار منه لأنه لا يتراجع عن هدفه، أما أنت فجالس هنا تراقب فقط. أنا أجلس هنا لأبقى معك. هل نسيتي؟ ها؟ صحيح يا حكيم، أنا آسفة. في المرة القادمة إذن سأذهب أنا بنفسي حكيم البطل لإنقذه من الذئب الشرس ومن القراصنة. دائما في المرة القادمة، المرة القادمة، حتى المرة القادمة سأروي لك حكاية عن ذئب آخر. ذئب؟ لا 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 أرجوك، لا أريد أي حكاية عن ذئب. لا 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 لا. هل أنت خائف؟ إنها مجرد حكاية. أنا خائف؟ لا أبدا، لكني لا أحب شكله وخاصة أسنانه الحادة. قلت لك لا تخف، إنها مجرد حكاية. وفي الحكاية أيضا مع الذئب ثعلب. ذئب وثعلب معا، وبينهما منافسة في الذكاء بل في الخداع. على كل حال أتمنى أن ينتصر الثعلب. لماذا؟ لا أدري. إذا كانت المنافسة بين الذئب وثعلب فإن يفضل الثعلب هكذا. لنسمع الحكاية ونرى النتيجة. ماذا بك يا حكيم؟ أفكر بالذئب والثعلب، لماذا فعلا ذلك؟ لقد خسرا صداقة بعضهما. الخداع لا يبني صداقة بل يخربها. على كل من الصعب أن يكون ذئب وثعلب صديقين لأنهما مخلوقان مختلفان عن بعضهما. هذا ليس شرطا يا حكيم، هل نسيت أنني إنسان وأنت طائر ونحن صديقان؟ نحن مختلفان عن الآخرين يا عبير، نحن مختلفان. ومع هذا قد تنشأ صداقة بين مخلوقين مختلفين إذا كان بينهما عمل طيب. صحيح. هل تصدق أن الصداقة قد تنشأ بين أسد وفأرة؟ يا لطيف، معقول؟ سترى الآن بعينيك حكايتهما. أرجوك بسرعة، يلا هيا. Thank you.
ما بك يا حكيم؟ كانت مشكلة بسيطة. هذا الساهلاهي يوقع نفسه دائما بمشاكل لكنها بسيطة، ولم يحتاج الأمر إلا إلى مقص. حسنا، أنني وصلت متأخرا والمقص موجود. لا أحب أن أشارك في مشاكل بسيطة كهذه. بل إنه عقد الخيوط حوله لتصبح مثل الشبكة التي وقع فيها الأسد في الحكاية السابقة. ساهلاهي ليس أسدا، وأنا لست فأرا. المقص كان بدلا من أسنان الفأر. المهم مشكلة وانتهت. إذن لنكمل رحلتنا في وطننا العربي العزيز. أحب هذه الرحلة، لكن إلى أين؟ تذكر الحروف الأبجدية. ماذا بعد حرف الألف؟ ألف 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 باء 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 طبعا. وما اسم البلد الذي يبدأ اسمه بحرف الباء؟ البحرين طبعا، البحرين. إذن هيا إلى البحرين. انتظري قليلا. ماذا تريد؟ سأرتدي ملابس السباحة والغطس. لماذا؟ البحرين جزيرة محاطة بالبحر من كل جانب، فكيف سأصل إليها بدون السباحة؟ كفى يا حكيم، الببغ لا يسبح. إذن لن أذهب معك لأنني لا أستطيع السباحة، فكيف سأصل؟ كيف؟ ستصل لأنك تستطيع الطيران. صحيح، نسيت. وأنت يا بي؟ أنا سأصل بطريقتي. هيا. الآن سنتعرف إلى دولة البحرين. دولة مساحتها صغيرة لكن حضارتها قديمة. كان اسمها بالقدم دلم. أما اليوم ففيها نهضة حديثة واسمها البحرين. ألف لام باء حاء راء ياء نون. البحرين. والبحرين من الدول العربية التي تقع في قارة آسيا، لكنها واقعة طبعا وسط الماء في الخليج العربي، وحدودها مياه الخليج من كل الجهات، الشرق والغرب والشمال والجنوب. لكنها قريبة من دولة قطر والسعودية من الجهة الغربية.
أما عاصمة البحرين فهي مدينة المنامة. ألف ألف لام ميم نون ألف ميم تاء مربوطة. المنامة. وعدد سكان البحرين 213 ألف نسمة. أما مساحة الدولة 622 كيلومتر مربع. أنا شاهدتها من الجو، جزيرة جميلة سابحة في مياه الخليج العربي. دولة عربية صغيرة لكن مكانتها في القلوب العربية كبيرة. عبير عبير عبير، هل تدرين يا عبير أنه يمكن إنشاء صداقة حتى مع الأمكنة؟ كيف؟ عندما تحبين مكانا ما تنشأ صداقة بينك وبين كل ما يوجد فيه، وأنا أحببت البحرين، الناس وكذلك المكان وكل شيء. أنت اليوم تتحدث كثيرا عن الصداقة يا حكيم. الصداقة أثمن شيء في الحياة. هذا صحيح، ولكن ليس من السهل دائما إيجادها. أما عندما تنشأ فمن الصعب أن تزول. الصداقة علاقة قوية بين الأصدقاء. هل سمعت عن الديناصور؟ ماذا قلت يا عبير؟ ما اسمه؟ ديناصور. أعجبني هذا الديناصور الذي تتحدثت عنه. أحضره إلى هنا يا عبير، أريد أن ألعب معه. هيا 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 هيا. تريد أن تلعب مع ديناصور؟ لا، ما المانع؟ أريد أن يكون لي صديق. اختر صديقا غيره، فهو ضخم جدا ولا أعتقد أن صداقته تناسبك. الصداقة ليست بالحجم يا عبير. طيب، إنه قديم جدا. الصداقة ليست بالعمر يا عبير. أتعبتني، إنه ليس موجودا في الدنيا. ولماذا؟ أين ذهب؟ أين ذهب؟ اسمع يا حكيم، الديناصور حيوان منقرض، انقرض منذ زمن بعيد وقديم جدا، وهو غير موجود الآن في أي مكان. غلبتني الآن، إذن لا أقدر فعلا أن أكون صديقة، لأني طائر لم ينقرض بعد، ما زلت هنا أعيش أعيش. نعم يا حكيم. إذا كنت لا أقدر أن أصادقه، فكيف أستطيع على الأقل أن أعرف شكله؟ أما هذا فممكن، نذهب مع سمير وعبير إلى متحف تاريخ الطبيعة لنتعرف عليه. انظر. هيا. اليوم سيقوم جميع أطفال الصف بزيارة متحف تاريخ الطبيعة، زيارة مثيرة حقا، ففي هذا المتحف توجد جميع الحيوانات التي عاشت في الطبيعة في مختلف الأزمان. صرخ باهر: انظروا عبير تشبه حيوان الممر. لا عيب يا ماهر، اصمت. انظروا يا أطفال، هذه هياكل الحيوانات القديمة جدا، لقد عاشت منذ عشرات الملايين من السنين وانقرضت. ما هذا؟ هذه القاعة مخصصة لحيوان البوتوسور، وهذا الحيوان هو اكتشاف فريد للأستاذ عبقري، وهو الذي يعتني كل يوم بهيكله. ولأن الأستاذ عبقري يحب البوتوسور فهو يتكلم عنه بمحبة. فالبوتوسور يا أطفال حيوان لطيف، لا يعض ولا ينبح، فهو لا يؤذي ولا يزعج، ولم يعد يوجد على كوكبنا اليوم أي بوتوسور، وربما أنه يوجد على كواكب أخرى بعيدة. سمير يفكر بالأمر: ربما أستطيع أن أجد صديقا من البوتوسور أصادقه. وبدون أن يلحظه أحد يخرج سمير من المتحف. إلى أين؟ إلى الفضاء. يسبح في الفضاء، وبواسطة لسانه الطويل يمكنه أن يلتقط الحشرات لغذائه،
حيوان غريب على كوكب غريب بعيد. اختفى سمير، اختفى سمير، اختفى سمير، اختفى سمير، اختفى سمير، أين أنت سمير؟ أين يا أطفال؟ لا ندري، لكنه اختفى. قد يكون هنا في بطن البوتسور. مستحيل، البوتسور لا يؤذي الأطفال. هاي، إنه هناك، انظروا. وبالفعل كما قال باهر، فها هو سمير نائم قرب قلب الحيوان. الأطفال يندفعون ويتسلقون الهيكل، لكن سمير لا يحس بهم، فهو يحلم أن حيوان البوتسور يداعب ويلعق وجهه. لكن الصحيح أن عبير هي التي تدغدغه وتدغدغه ليستيقظ من حلمه. استيقظ أخيرا، بينما كان الأطفال يهبطون الهيكل ويغادرون المتحف، لكن سمير والأستاذ عبقري ما زالا يحلمان بالبوتسور. ماذا سأسمي؟ يفكر سمير. سوف أسميه صديق الديناصور. غريب، غريب جدا. ما هو الغريب؟ كل ما رأيناه في المتحف الطبيعي. هل في الطبيعة كل هذه المخلوقات يا عبير؟ نعم، لكن بعضها ما زال موجودا حتى الآن، وبعضها انقرض مثل الديناصور. لا تذكريه يا عبير، وإلا سأغضب. تغضب لماذا ومن من؟ منك أنت. مني أنا؟ سأقول لك، لأنني حين طلبت منك إحضار الديناصور إلى هنا لألعب معه، قلت لي إنه انقرض وغير موجود، وإنني لا يمكن أن أصبح صديقا لديناصور ضخم وكبير العمر مثله. كل ما قلته لك صحيح. وبهذا سبقني سمير إليه وأصبح صديقا له. يا حكيم، يا حكيم، ما يحدث في الصندوق من الحكايات الموجودة لا ينطبق علينا. نحن شخصان حقيقيان وهم أشخاص في حكايات. ورغم ذلك سأظل غاضبا عليك وسأنام وأنا غاضب. إذن هذه حجة لتنام. أنام وأنا غاضب. هل نسيت صداقتنا؟ ربما سأتذكرها عندما أستيقظ. يستطيع أن يصبر على كل شيء إلا النوم. نام قبل أن يصالحني. ولكن لا تغضبوا يا أصدقائي، فالغضب بين الأصدقاء يزول بسرعة، وخاصة حكيم فهو طيب، يغضب بسرعة ولكنه يرضى بسرعة، وعندما يستيقظ سيكون راضيا. نسيت أزهاري، فهي تحتاج إلى ماء لتبقى متفتحة جميلة ولا تذبل. إلى اللقاء يا أصدقائي، فالأزهار أيضا أصدقائي. إلى اللقاء. كل الأحباب على الباب، هيا لنفتح باب القلب. نل هو نفرح بلهجة وحب، أهلا أهلا بالأحباب. نل هو نفرح بلهجة وحب، أهلا أهلا بالأحباب. نحن جينا في موعدنا لما سمعنا أهلا يا ضحف فيكم ونحييكم، أهلا أهلا يا أصدقاء. ابقوا معنا فنحن جمعنا ما يسعدنا في أحلى لقاء. ابقوا معنا فنحن جمعنا ما يسعدنا في أحلى لقاء. ما حكيت وما عبيت، ما حكيت وما عبيت، في معنا صندوق صغير قلبه بالمحب كبير. ملآن أشكال والوان في معلومة وحكايات، عن أسرار الطبيعة، عن الدنيا البديعة، عن الناس والحياة، عن النبات والحيوان. مخبى بقلبه كنز كبير من العلم والعرفان. حتى يظهر هذا الكنز، افتح عقلك لنور العلم، املأ قلبك بالإيمان.
كنز الأحلى الأغلى هو الوطن وحب الوطن حب العالم والإنسان حب الخير وعمل الخير كل زمان وكل مكان حب الخير وعمل الخير كل زمان وكل مكان هادي وسكية وأغلى هدية